هذا في قلب السياسه، اللوبيات المجرمه قاعد تخدم. اي اي اكيد طبعا، فيش حتى نقاش، لكن اللوبيات هذه شكون باش يتصدى لها؟ تصدى لها الدوله. الدوله عندها سنتين ما عند ما هوش ما هيش هذه اولوياتها، وما مش مش ما هيش هذه اولوياتها، مش ما مدرجه اصلا على اجندتها. فانت حط على دوله مغيبه تماما، دوله يكون فيها شخص نحو اجنده اخرى تماما، ما عندوش دخل بالمسائل هذه. لا حتى تكون انت تحط على سابقه، انت عندك حريق بعد 4 ساعات تقريبا، استدعيت دول اجنبيه صديقه وحتى دول مجاوره وحتى دول اخرى، تحطوا على استدعاء دول اخرى. انت وينك؟ لانه ما ثمش حضور تمام، ما ثمش حضور الازمات هذه، ماهيش الكوارث هذه ماهيش في 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 ذهنه، ما ثمش دراسات، ما ثمش اشارات. الناس باش الحيز الزمني اللي باش يفرضوا باش تفرض الدوله الاحتياطات كيف هكا، وهذه استراتيجيات الدول هذه ما عندها مدى عشريه كامله، ماهيش في نهار ولا اثنين وثلاثه. هذا مغيب تماما، لانه السيد في وزير وزير الداخليه يستقبل في رئيس الحكومه ويستقبل في واحد تمشي تشوف المستوى الماشي وباش يشوف السيطره الامور اذا مسيطر على البلاد ولا لا، وقاعد يقيل في معتمدين وولات اللي عندهم كفاءه واللي عندهم درايه بالوضع، يحط في معتمدين وولات اخرى على على طرف الولاء. اذا انت لما تتحدث على دوله، جهاز دوله كله مغيب على المسائل هذه. بعضهم يقول سي ناصر الدين انه امكانيات الدوله ضعيفه. امكانيات الدوله ضعيفه، امكانيات الدوله ضعيفه من 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 عهد البيت. ولكن الدولة واجهت، عندها الحد الأدنى واجهت. ثم دراسات كما كان الأستاذ يتحدث، ثم دراسات تحيلك تقول لك راهو العام هذا من إلى عندك حرائق، أنت تكون جاهز. أما أنك تحل فمك فجأة وقع لي حريق وتبدأ، وبدت حتى البروباغندا نتاعو، بدت حتى لو كان نشوفوا البارحة الأولى تقريبا، بدت تحط على فاعل وعندما دخل فلان الى التحقيق وقع حرائق، يعني مراقبه، دوله مراقب، يعني دوله تلقاه قدامه ارمي عليه الشماعه، تلقاه قدامك ارمي عليه. مش هكا تسير الدول. نحن نتحطوا على حريق واحد في غابه، والحمد لله استر ربي سبحانه وتعالى وتمكن الصقليه، ولكن البلاد كامله تحترق. كل مره باش تظهر لك مفاجاه، كل مره باش تظهر لك حريق وين، وثم حرائق اخرى اخطر بكثير قاعده تحت الرماد بعد تظهر نتائجها. نعم، هو الامانه طلعت من الصفحه الرسميه لرئيس الجمهوريه، استدعى وزير الداخليه وشكر وزير الدفاع اعتقد، وشكر عبر وزير الداخليه الفرق الامنيه والحمايه المدنيه.